بحثا عن نقاط بيع عشوائية للأضاحي شرق العاصمة، تجد هذه السوق للمواشي رغم تعليمات السلطات بعدم السماح إلا لحامل الرخصة. اقتربنا من أسامة صاحب نقطة بيع، وهو يعرض على حافة الطريق السريع أضاحي للعيد طالبا ترخيصا، وحجته في ذلك أنه يتقيد بشروط السلامة الصحية. المواطنين شوية الناس هاي هايبة شوية، احنا ماذا بنا الناس تعرف باللي لهنا نخدم إجراءات وقائية. الدولة ماذا بها تساعدنا غير في نقاط البيع، سهل الإجراءات باش الناس تكرينا بسومة معقولة، باش احنا في المال ديالنا نبيعوه بسومة مليحة والمواطن يستفاد. الإجراءات المفروضة على بيع الأضاحي لم تمنع بعض الموالين من ولايات أخرى للتنقل إلى العاصمة وعرض سلعهم على المواطنين. نقاط البيع مازال ما رخصوا لنا والو، ما بينوا لنا والو، احنا نطلبوا من الدولة تاعتنا تبيننا، احنا رانا محبوسين ومالنا محبوسين والبيع ما كانش والشعب حليلها ما عندهاش وين تحرك. احنا نطالبوا الدولة تقوم معنا، الدولة تقوم معنا، دروك هذا انا وين الدايو؟ جايبوا لخويا وين الدايو؟ كاش ما الدايو جهة أخرى؟ هاي طريق مزايرة علينا، رانا سما كي اللي رانا مانيش عارف شنو رانا جايبين هو مال بان. قبيل حلول عيد الأضحى المبارك ومع سريان القيود المفروضة على بيع الأضاحي بسبب مخاوف من تفشي وباء كورونا، يبقى البيع العشوائي للأضاحي متواصلا في انتظار تنظيم العملية.